الله يسعد لي صباحكم جميعا مع هالاحباب الحلوين متوجهين الى مستشفى جابر. عندنا كم وجبه؟ 210 210 وجبات باذن الله راح نوصلهم للعاملين اخواننا هناك اللي في الصف الامامي. متطوعين وسر الغذائيه واسر محتاجه، ما في راحه ولا يهدى لنا بال الا والكويت بخير. موعدنا السبت فزع الكويت، جاهزين شباب؟ جاهزين. يلا. قدرنا نوزع اكثر من 32 الف سله صحيه، وكل الجمعيات الخيريه بالكويت قاعده تجتهد وتقدم. وموعدنا وياكم باذن الله السبت القادم كلنا صف واحد فزع للكويت. اكثر من 1000 سله غذائيه تم توزيعها لاخواننا المحتاجين. واجدين في مطار الكويت الدولي ومساهمة من الجمعيات الخيرية لجهود الدولة لمكافحة فيروس كورونا. يا جماعة الخير، شفتوا هذه الجهود كلها؟ هذا هو العمل اليومي للجمعيات الخيرية. يا جماعة يوم السبت نبي نتكاتف، نبي نكون بالصف الأمامي بالصف الأول عشان ننجح هذه الحملة فزعة للكويت. جزاكم الله خير.